قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لديها 9 ملايين ضيف من دول عديدة جاءوا إلى مصر من أجل الأمن والأمان والسلم والسلام. وفي هذا الإطار شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يظل الشعب الفلسطيني صامدا وموجودا على أرضه. احنا بنتكلم وعندنا 9 مليون من الضيوف، أنا زي ما بقول من دول كتير قوي جم هنا مصر عشان الأمن والأمان والسلم والسلام. لكن بالنسبة للقطاع أنا بقول إن الخطورة هناك خطورة كبيرة قوي، لأنها تعني تصفية القضية ديت، تصفية القضية ديت. فمهم قوي إن احنا نبقى منتبهين لده. أنا قلت الأول الرقم والناس اللي موجودة واللي احنا استقبلناهم، عندما كان الأمر يتعلق بمشاكل يعني أمنية في بلاد هؤلاء الضيوف يعني، إنما الأمر هناك مختلف. القضية دي قضية القضايا وقضية العرب كلها، ومهم إن شعبها يفضل صامد متواجد على أرضه.